الرادار، تحليل استراتيجي عسكري مع هشام خريسة. تتابعون في برنامج رادار تحركات القطاعات العسكرية وعمليات ميليشيا الحشد الشيعي الشعبي وحرب العصابات وكافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات، الذي سيتحدث عن كل ذلك بالأرقام والتفاصيل. ملفنا لهذا اليوم حلب استراتيجية الثورة أم استراتيجية الجوار؟ أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رادار. بعد تحرير إدلب وبات الثوار على بعد كيلومترات من الساحل، أصبح الهمس في السابق بصوت عال الآن أن معركة الساحل خط أحمر، ودمشق معركة مؤجلة حتى لا يكون في الأولى مجازر طائفية، والثانية حتى لا تقع فوضى تؤدي لوقوع العاصمة بيد قوى متطرفة. وهنا تفجرت عدة معارك في الجنوب والزبداني، حتى جاء الإعلان عن تشكيل غرف عمليات تحرير حلب. ورغم التقدم البطيء في تحرير حلب، إلا أن الفصائل أعلنت عن معركة تحرير حلب وتقول أنها ستهدي الشعب السوري تحرير حلب كاملة وقريبا جدا. ويرى مراقبون أن هذه المعركة التي تدور رحاها الآن تلعب بها عدة عوامل، وهي رغبة بعض الدول الإقليمية بتحرير حلب وجعلها عاصمة للثورة، حيث سيقدم دعم إقليمي في جعل الشمال منطقة محرمة على طيران النظام. ورؤى أخرى ترى أنها تعويض عن معركتي الساحل ودمشق، وكذلك منع وصول قوات تنظيم الدولة الإسلامية داعش من مد نفوذها بالقوة تجاه حلب. فهل فعلا معركة حلب استراتيجية الثورة أم استراتيجية الجوار؟ في حلقة اليوم نناقش هذا الموضوع من محورين. المحور الأول، حلب من حيث الأهمية الاستراتيجية الداخلية. المحور الثاني، حلب من حيث الأهمية الاستراتيجية لدول الجوار، وبتساؤلات تخصصية أخرى عديدة أستعرضها مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من المحلل العسكري والاستراتيجي العميد الركن الطيار حاتم الراوي، والعقيد الركن المظلي فايز الأسمر، والعقيد الركن أحمد الحمادي. ولكن بعد أن نلقي الضوء على مستجدات هذا الملف من خلال هذا التقرير. في الوقت الذي يحاول حزب الله والنظام السوري صرف الأنظار عن معركة حلب بفتح معركة الزبداني، يؤكد الثوار أن حلب على موعد قريب من التحرير، ولعل غياب الإعلام عن تغطية معركة تحرير الشمال قد أعطى للثوار الفرصة الأكبر لتحقيق التقدم على الأرض بعيدا عن الصخب الإعلامي. وإذا كان التقدم الموسوم بالبطء في أحياء حلب، إلا أن الواقع يؤكد أن سقوط مركز البحوث وما يمثله من أهمية بالنسبة للنظام يدلل على أن معركة التحرير تسير وفقا لما رسمه الثوار. ولكن السؤال الذي تفرضه معركة حلب، هل تسير هذه المعركة باستراتيجية محلية أم بأخرى إقليمية؟ وهل ستكون حلب عاصمة مؤقتة للثورة؟ وما الرابط بين تحرك الجيش التركي شمالا وبين معركة حلب؟ وهل تكون حلب منعطفا يصب في انتقال النظام للخطة باء؟ نرحب باسمكم بالمحلل العسكري والاستراتيجي على المحور الأول العميد الركن الطيار حاتم الراوي، والمحلل العسكري والاستراتيجي العقيد الركن أحمد الحمادي. أهلا وسهلا بكم ضيوفا دائمين على برنامجنا. أهلا وسهلا بكم وضيوفكم الكرام. نبدأ بالسؤال من العميد الركن الطيار حاتم الراوي، هل هنالك رغبة دولية فعلا بتحرير حلب وجعلها عاصمة للثورة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل أن أجيء
أجيب على هذا السؤال أحب أن ألقي الضوء على أهمية حلب. تفضل. السؤال، هل حلب مهمة داخليا أم مهمة إقليميا؟ نعم. من يقرأ الخارطة السورية يرى أن حلب مدينة، ليست مدينة في وسط البلاد، وهي مدينة مفصلية للداخل، ولا تقع على نهر كبير وتسيطر على ثرواته، ولا تقع على الساحل، وبالتالي كمنفذ بحري تأخذ أهمية من هنا. فمن أين جاءت أهمية حلب؟ جاءت أهمية حلب أولا، حلب هي آخر مدينة عربية في الطريق من آسيا إلى أوروبا، وهي نقطة مهمة جدا. حلب من حيث المساحة لا تأتي أكبر مساحة محافظة في سوريا، حمص مثلا أكبر من مساحة حلب، لكن من يلاحظ يجب أن حمص مثلا أو دير الزور أو الحسكة فيها بادية كبيرة. محافظة حلب، كأنه صوت لا ممتاز ممتاز، أكمل أكمل. محافظة حلب على كامل رقعة هذه المحافظة ريفا ومدينة، هي عبارة عن مدينة معمورة كاملة. فنجد أن حلب هي ليست فقط العاصمة الصناعية لسوريا على ضخامتها وامتدادها وثقلها، إلا أنها هي المشغل السوري الحقيقي. حلب هي المشغل السوري، وبالتالي حلب هي اقتصاد سوريا كاملا. أضف إلى التوأمة القديمة منذ القدم بين مدينتي حلب وغازي عنتاب التركية. أيضا غازي عنتاب التركية تتمتع بنفس هذه المواصفات، فهي مشغل تركيا. من هنا تأتي أهمية حلب الاستراتيجية. أما بالنسبة لموضوع السيطرة على حلب أو تحرير حلب من النظام، إيران تضغط الآن على النظام بأن ينسحب من حلب بأي ثمن، لأنه لم يعد لديه الإمكانية لحماية المناطق التي ينتج فيها. لكن مشكلة النظام تقع في التالي. يا أخي، أنا أريد أن أورد حادثة جرت معي أنا شخصيا في بداية الثورة، وكانت الثورة لا تزال تأخذ الطابع السلمي، وكنا نأخذ ونعطي مع ضباط الأمن والمسؤولين في محافظة دير الزور، وهي محافظة شرقية في سوريا. فأحد المرات يريني أحد رؤساء الفروع أن يا أخي هذا 20,000 متظاهر يخرج للشغب في سوريا، وهذا التقرير رفعناه للسيد الرئيس. فقلت له 20,000 أنتم ترفعون للرئيس أن الرقم المتظاهرين في دير الزور كانوا 20,000؟ يا رجل خافوا من الله، لا تغشوا رئيسكم. 400,000 إنسان موجودين في شوارع دير الزور يتظاهرون ضده، ترفعوا له أنه 20,000؟ ليش يعني؟ ليش ما ترفعوا له العدد الحقيقي؟ ليش ما تحطوه بالصورة؟ فأجابني: هل تريد أن نرفع للسيد الرئيس أن 400,000 ظاهر في دير الزور؟ هل تعرف ماذا سيكون مصيرنا؟ هل تعرف ماذا سيكون مصير كل المسؤولين في دير الزور إذا وصلته الصورة بهذه الحقيقة؟ الآن نسقط هذه الحالة على حلب كما سبق في جوبر وفي الجنوب في درعا وفي باقي المناطق. الموجودين في حلب يشعرون الرئيس، من بقي من يعني لا تصح تسمية الرئيس، رئيس هذه العصابة، فتات هذه العصابة، يشعرونه أننا نحن متماسكون وأقوياء وموزعون بشكل جيد على القطاعات في حلب. لما تأتي تقارير القتال من القادة الموجودين في المنطقة ينظر: طيب لماذا أنسحب من حلب؟ أنا قوي في حلب، لماذا أنسحب من حلب؟ هاي نقطة. النقطة الثانية مسألة، يعني سؤال كثير كثير يتساءل، نسأل هذا السؤال ويتساءل كثير:
لماذا تركيا لا تضرب النظام؟ لماذا تركيا تركز على محاربة داعش؟ ماذا أمريكا تفرض محاربة داعش دون النظام؟ يا أخي والله جواب سهل جدا. النظام لم يعد لديه مكان يضرب فيه، النظام انهار، النظام لم يعد يحتمل تصريح وليس ضربة. والله أنا أؤكد أن صاروخ واحد ينضرب على أحد مطارات سورية اليوم سيسقط النظام بعد ساعات. لا يسقطه هذا الصاروخ، ولكن معنويات من هم حول الأسد وشعورهم بأنهم يعيشون نهايتهم كافي لانهيار هذا النظام. وأمريكا لا تريد أن ينهار النظام بشكل مفاجئ، فلنفهمها صراحة، أمريكا لا تريد أن ينهار النظام بشكل مفاجئ لكي لا تحدث الفوضى ويتسلق على ادعائهم الإسلاميون وإلى آخره. أرجو أن أكون أطلت. نعم. ابقى معي سيادة العميد، ننتقل إلى العقيد أحمد الحمادي. لماذا ثلاثة غرف عمليات في حلب وليس واحدة؟ ولماذا قائد المجلس العسكري في حلب مهمش أو مغيب دوره؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لك أخي الكريم ولسيادة العميد ولأستاذ المجتهدين وللجميع. طبعا حلب مدينة ليست بأي مدينة، من كل النواحي، من النواحي التاريخية والجغرافية وحتى الديمغرافية البشرية. أما سؤالك لماذا ثلاث غرف؟ أنت تعرف منذ قيام الثورة لم يسعى أصدقاء سوريا والذين اهتموا بالشأن السوري بقيام جيش وطني يخدم الحالة السورية. فكل دولة من دول الأصدقاء حاولت استمالة عدد من الثوار بفصيل أو بكذا ليتم دعمه، وهمشوا الفئة الأساسية التي انشقت عن النظام، أكثر من 5,000 إلى 6,000 ضابط انشقوا، ولو تمت الأمور بشكل جيد لانشق الكثيرون من الجيش السوري. لكن عندما تعثرت هذه التجربة أحجم الكثير عن الانشقاق وآثروا البقاء في أماكنهم رغم عدم قناعتهم بهذا النظام المجرم على أن يقعوا في دائرة الفوضى والتهميش. فتم إنشاء كيانات عسكرية متدرجة من كتائب وفصائل وإلى آخره، وكل فصيل يتبع، طبعا الكل يتبعون للوطن ويحاولون إسقاط النظام ويحاولون إلى ذلك، ولكن عدم معرفة الذات وعدم معرفة الحاجة الوطنية العليا لتوحد هذه الفصائل ولقيام جيش وطني يقوم بهذه المهمة في مقارعة عصابات الأسد للسيطرة على سوريا الموحدة بال 185 ألف كيلومتر ولحفظ 23 مليون نسمة من الشعب السوري. فكل جهة تتبع للدول الداعمة لها أجندات معينة، لها سياسة معينة، لها فكرة معينة. هذا ما نريد أن نقوله، وهو السبب الأساسي في عدم توحد الثوار حول أهداف كبيرة واستراتيجية كحلب. هذه هي بالنسبة لل نعم. إذا تكرمت بدك تكمل يعني عن قائد المجلس العسكري، تفضل. طبعا عندما بالنسبة للمجالس العسكرية، عندما عقد مؤتمر أنطاليا تم تشكيل المجلس العسكري الأعلى والمؤلف من 30 شخص، 10 ضباط و20 من الثوار آنذاك الذين كانوا يتحكمون تقريبا يعني لهم وجود على الأرض. أما اليوم الحالة تغيرت، هؤلاء الذين كان لهم وجود على الأرض اليوم أصبح غيرهم، هم الذين يسيطرون على الأرض ولهم قوى، إلا أن هذا المجلس متمسك ولم يتنازل. تم تشكيل طبعا مع المجلس
خمس هيئات بمسمى مناطق عسكرية. ألو. نعم معني؟ نسمعك نسمعك. نعم خمس مناطق عسكرية. هذه المناطق العسكرية تتبع لها مجالس عسكرية في كل مدينة. نعم. مثلا المنطقة العسكرية الشمالية يتبع لها المجلس العسكري في حلب والمجلس العسكري في إدلب. أما صلاحية هذا المجلس، تقديم الدعم للمنضويين في هذه المنطقة العسكرية، مجلس عسكري حلب الذي كان المفترض أن يقوم بالتخطيط والإعداد ومساعدة الثوار في تحقيق الأهداف العسكرية الذين وأنا عملت في هذا المجلس، ولتقديم الدعم اللازم. فعندما كانت موجودة الأركان على رغم ضحالة ما كانت تورد إلينا من دعم لوجستي وعسكري، كانت هذه الأسلحة وهذا الدعم اللوجستي تتوزع وأنا أقوم بتوزيعها. أنا كنت مستلم مستودعات، أنا أقوم بتوزيع هذه المواد على المجالس العسكرية حسب أهمية المعركة وحسب أهمية المحافظة وحسب الكبر والصغر. نقوم بتوزيع ويقوم المجلس العسكري بتوزيع الدعم اللوجستي والدعم التزخيري والمالي للثوار المتواجدين في هذه المنطقة. أما عندما أنشئت غرف الموك والمول الموم وهي أصبحت تابعة مباشرة، فهم مشاهد المجلس، لأن اليوم من يدفع لك يكون لك عليه سيطرة. وهذه أما اليوم المجلس العسكري لا يوجد لديه لا حولا ولا قوة ولا يشارك في تجهيز العمل العسكري ولا في تقديم الدعم المالي والتزخيري والدعم اللوجستي، فلذلك عبارة عن منصب بدون وظيفة. يعني كم طب وما لكن ما هو واجبه الآن؟ فقط هو موجود، يعني هو رئيس المجلس العسكري نفسه أبو عبد الرحمن، ما في غيره في المجلس؟ لا لا، في موجود هناك في هيكلية في المجلس العسكري، هناك العميد الركن زاهر الساكت أبو عبدو هو رئيس المجلس، هناك في رئيس قسم تسليح، هناك رئيس قسم عمليات، هناك رئيس قسم دعم لوجستي، هناك يعني هناك هيكلية متكاملة، وهناك عناصر وهناك عمل إداري ممتاز. أنا خططت لهذا العمل الإداري في المجلس. ولكنه خرج المجلس سيادة العقيد، خرج المجلس، خرج يعني خرج أبو عبد الرحمن، يعني قال أنا لم نتدخل في التخطيط لعمليات تحرير حلب أو المناطق التي تدور فيها المعارك الآن ومركز البحوث، يعني لم يستشر. لماذا لم يستشر؟ نعم، المجلس العسكري كما قلت لك له هدف استشاري وتقديم الدعم الفكري والعسكري وكل شيء، ولكن عندما الثوار يستغنون عن هذا المجلس كون لهم أجنداتهم ولهم أعمالهم الخاصة فيهم، وهذا المجلس لا يوجد لديه الدعم، يعني عمل المجلس وتقديم الدعم. نعم. فعندما لا يوجد لديه دعم ولا يوجد عندنا وزارة دفاع ولا حكومة ولا ائتلاف، خلينا نحكيها في المشرمحي كما يقال في الحلبي، يعني لا يوجد شيء، فهذا المجلس عبارة عن ناس يجلسون في مكاتبهم وانتهى الموضوع. نعم، ابقى معي سيادة العقيد. نعود إلى سيادة العميد حاتم، هل سيقدم دعم إقليمي لجعل الشمال منطقة محرمة على طيران النظام؟ يعني معقول نرى أنه هنالك منطقة حظر جوي على طيران النظام في المنطقة الشمالية، أم هي مجرد أحلام؟ يعني أنا من وجهة نظري لا أرى ذلك. نعم، ليس للنيل من الأصدقاء أو من جهودهم أو إلى آخره، لكن أنا أؤكد كما قلت قبل قليل بأن النظام لم يعد يحتمل أي هزة، فكلمة مجرد تصريح أن المنطقة أصبحت منطقة عاجلة وتحرم على الطيران، باقي العصابة الملتفة حول بشار الأسد ستتفتت أفوان وتهرب مباشرة. لذلك أنا أرى التماهل بمسألة المنطقة العاجلة، علما بأن اليوم لمن يلاحظ أنه اقترن تطمين أمريكا لتركيا بعدم السماح للأكراد بالتمدد غربي الفرات، أي من ناحية،
بإيش اقترن؟ اقترن مع سماح تركيا اليوم بطيران التحالف لاستعمال قاعدة أنجرالي في القرب من أضانة. هذا الكلام لوحده حتى يعني يقال أن لم نتأكد بعد أن السماح جاء فقط للطيارات بدون طيار. حتى وإن يكون ذلك، بمجرد استعمال قاعدة أنجرالي التركية من قبل التحالف الآن، هذا لوحده كفيل بهز النظام هزة كبيرة جدا، فما بالك أن تحصل مناطق عازلة. النظام لم يعد يحتمل مثل هذه الحالة. نعم. وأنا أرى أن الرهان يأتي الآن، الرهان هو حول من سيسبق؟ هل ستسبق التركيبة الأمريكية التي تعدها أمريكا الآن لسوريا أم سقوط النظام؟ أمريكا تسعى للحفاظ على عمر النظام قدر الإمكان أطول يوم ممكن، علما بأنه هي يعني بدأت يعني ما عادت في الغيب، يعني النظام انهار، ما عاد في المجال للرهان عليه، إلا أن الرهان على إطالة عمره. حتى من يلاحظ تصريحات النظام وتصريحات عملائه مثل نصر الله مبارحة، تجد أنهم لم يعودوا يراهنوا على انتصارات. نعم. بعدوا يراهنون على إطالة عمرهم. لذلك أنا أقول أن المنطقة العاجلة بكير عليها، لن نحتاج المنطقة العاجلة، لأنه النظام تآكل تماما. فالآن الإعلان عن منطقة عاجلة سيشرع انهياره، وهذا ما لا تريده أمريكا إلى أن تركب. ولكنكم سيادة العميد بحاجة ماسة إلى صواريخ ستينجر. على كل، سنعود إليك مرة أخرى، نعود إلى سيادة العقيد أحمد إذا تكرمت، لماذا البطء في عمليات تحرير حلب؟ كما قلت لك أخي الكريم، حلب ليست مدينة عادية، فهي مدينة متربعة على مساحة كبيرة من الأرض، أكثر من 500 كيلو متر مربع، وتوجد فيها قطعات عسكرية كثيرة. القطعات العسكرية المتواجدة لعلمك في حلب، عدا عن المطارات، مطار الجراح الذي تم تحريره ومطار منه، هناك مطار النيرب العسكري والمدني، وهناك الكلية الجوية، الكلية بمعاهدها الثلاث، وهناك كلية المدفعية والتسليح ومعهد التأهيل الجوي والمدرسة الفنية الجوية واللواء 80 في كتاب، والعشرة بقي منها عدد قليل، والفوج 44 المعزز الذي تم تحريره، أكثر من 8 كتائب معززة من كل الأنواع، واللواء 135 احتياط، وهناك جيش كبير من الشبيحة، وصل عدد شبيحة مدينة حلب الذين وظفهم النظام لقتل أهلهم أكثر من 150 ألف. عدا عن كل ذلك، مدينة حلب لعلمك هي ثاني مدينة بعد بيروت في احتضان العدد من المسيحيين في المنطقة. أما البطء فهو العمل العسكري الذي بدأ، الجيش العسكري الذي تم تحرير الراشدين، ومدينة حلب دخلت في عملية التحرير منذ 21/7/2012، فتم تحرير أجزاء كبيرة من مدينة حلب، المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية من صلاح الدين وحتى الراموسة، وحتى المنطقة الشرقية من مساكن همانة وكرم الطراب والمدينة القديمة. إلا أن البطء هذا يعني أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل النظام للحفاظ ما أمكن على هذه المدينة الاستراتيجية، كونها تعتبر الخزان الاستراتيجي له، والعمق الاستراتيجي لسوريا هي حلب، من اقتصاد وتجارة وخزان بشري الذي يستخدمه النظام لقتال أهله. ونحن نرى عدد كبير من الجنود الحلبيين الذين يسقطون أسرى أو قتلى الذين يحاربون مع النظام، ويكرههم النظام ويسحبهم من بيوتهم عن طريق الشرطة العسكرية وعن طريق المخابرات والتنزيل على الحوادث ومن الجامعات. نعم. فهذا كل هذا الضغط يحاول، والنظام لا يمكن أن ينسحب من حلب بحب حناني كما يقال، لا ينسحب النظام من حلب إلا في الضغط العسكري ومن كل نقطة من هذا الوطن.
لا يخسر النظام شيء. الأهل ليس أهله، والسلاح ليس سلاحه، والوطن ليس وطنه. فكل ما يدمر من حلب اليوم، مرت على حلب حضارات، مدينة حلب عمرها 12200 قبل الميلاد، 14000 عام مدينة حلب، مدينة مأهولة، أقدم مدينة مأهولة في التاريخ وفي العالم، مرت عليها كل الحضارات من الهثية والآرامية والآشورية والفارسية والهيلينية والرومانية والبيزنطينية والإسلامية، ومرت عليها الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية والدولة المصرية بقيادة إبراهيم باشا، وحتى الدولة العربية وفرنسا، لكنها لم تدمر حلب. اليوم دمرت حلب على يد هذا الأطفال، هذا المجرم الذي دمر هذه المدينة، المدينة التاريخية. من يعرف حلب وما دمر في حلب لا يمكن ألا يجلس في الزاوية ليبكي على حلب. دمرت أسواق حلب القديمة التي كانت تحاكي التاريخ، أكثر من 20 كيلو متر مسكوك في مدينة حلب أسواق قديمة، لكل مهنة سوق، سوق الذهب وسوق الصرافين وسوق الزهراوي وسوق إلى آخره. نعم. ومسجد الأموي الذي بناها سليمان دمر اليوم، مسجد الأموي في حلب. سيادة العقيد، أود أن أسألك سؤال لأتطرق للسؤال الأهم، ولكن السؤال هو كم فصيل الآن فصائل حلب؟ أنت تعلم أنصار الشريعة غرفة عمليات لديها 11 فصيل، غرفة عمليات فتح حلب 31 فصيل، غرفة عزة حلب الآن لديها 15 أو 16 فصيل. كم فصيل الآن تقاتل في حلب، وكم عدد الجنود بعد أن ذكرت لنا الحجم الهائل للجيش النظامي في حلب وميليشيات الحشد الشيعي التي ترافقه؟ يا أخي، بالنسبة للأعداد، الأعداد في مد وجزر، هناك اليوم ما يكون فصيل كبير قد ينشق ويصبح فصيلين، والمنطقة الشمالية كلها تشترك بالفصائل إدلب وحلب وحدة جغرافية ووحدة اقتصادية ووحدة بشرية وحتى وحدة عسكرية. نعم. بالإضافة لبعض الفصائل من مشكورين من حماة ومن حمص، هناك الحماصين الذين هجروا من مدينة حمص اليوم يقاتلون في حلب. الوحدة السورية وحدة فريدة ومتجانسة، لا يوجد في حلب أو في سوريا هذا فلان وهذا فلان. من أوجد هذا الحلبي وهذا الحمصي وهذا الإدلبي وهذا الدرزي وهذا المسيحي؟ هو النظام المجرم. أقول لك حلب 5 إلى 6 مليون، عدد المسيحيين فيها نسبة 22% تقريبا كانوا، واليوم 15%. حلب كانت تحوي جالية يهودية 6% كانت، واليوم تقريبا لم يبقى منهم إلا القليل. هناك في حلب الكرد والأرمن والطشناق وكل المكونات الشرق موجود في حلب. لم نسمع يوما أن هناك حادثة حدثت بين فلان وفلان، بل كلنا كنا نتداوى عند الدكتور المسيحي وعند الصيدلي المسيحي وفلان، عن صلح السيارة عن فلان وعن فلان. هذه الفصائل بين مد وجزر، هناك أكثر من 60 إلى 70 فصيل، بينما الفصائل الكبيرة في مدينة حلب اليوم هناك المجاهدين والزنكي والنصرة والسقن كما أمرت، وهناك أعداد من هذه، وحتى جيش الإسلام موجود، الأحرار موجودين، كل الفصائل على الساحة السورية لها فصائل في حلب. يعني نتكلم عن 80,000 مقاتل تحت السلاح بغض النظر عن مسميات الفصائل. إذا أردنا أن نقول في حلب هناك الأكثر من ذلك بكثير، ولكن هذه الفصائل وهذه الأعداد جموع المقاتلين بحاجة إلى أسلحة، هذه الأسلحة لم تتوفر لديهم. أنا أعرف كان في 60 إلى 70 ألف مقاتل، ولكن السلاح البارودة تكون مناوبة مع 2 إلى 3 من المقاتلين، يعني 70 إلى 80 بحدود 4 إلى 5 فرق عسكرية كبيرة. هذه الفرق الموجود المفروض أن يكون فيها أكثر من 1200 دبابة أو 1200 BMP أو عربة قتالية. أين هذه الأسلحة؟ اليوم يقاتلون في مدافع جهنم ويقاتلون في البندقية. العسكري الذي يذهب إلى القتال يجب أن يكون بحوزته يوميا وحدة نارية، والوحدة النارية هي كمية من الأسلحة أو الذخائر المخصصة لسلاح واحد في يوم متوسط الشدة.
بينما ويقدر المتوسط الدولي بحدود 300 طلقة للبندقية. أين هذه 300 طلقة؟ يذهب العناصر المجندين أو المجاهدين على التخوم وعلى الجبهات ليقاتلوا ومعهم 50 إلى 30 إلى 40 إلى 50 طلقة. نحن بحاجة إلى دعم مادي ودعم لوجستي ودعم تسخيري وتسليح يفوق النظام حتى نستطيع أن نسيطر. النظام متفوق جويا لحد هلا، المتفوق في الصواريخ، يبيد الأرض، يبيد الأرض في الكلور الكيماوي، استخدم الكيماوي 83 مرة، استخدم في خان العسل النظام، ولن يتحرك العالم أبدا ولا منظمات الحقوق الإنسانية. حلب دمرت، الأهالي دمرت، البنية الأساسية دمرت للناس. نعم. نحن بحاجة لكل أنواع الدعم. ابقى معي. لا نزال نتغنى في منطقة عازلة. ابقى معي. أعطونا سلاح ولا نحتاج لمنطقة عازلة. ابقى معي سيادة العقيد، نرحب باسمكم بالعقيد الركن المظلي فايز الأسمر، أهلا وسهلا بك سيادة العقيد. حياتي لك أخي هشام والأسد ضيوفك ولا المستمعين الكرام. سؤال يطرح نفسه ونطرحه على سيادة العقيد فايز، جل الكليات والمدارس العسكرية في حلب فضلا عن معامل وزارة الدفاع، نتكلم عن أرياف أربعة، هل يمكن أن يتخلى فعلا النظام عنها بسهولة وينسحب أمام ضربات الثوار بهذه البساطة؟ بداية لابد أن أشير على أهمية مدينة حلب من الناحية العسكرية. تفضل. الشباب الضيوف تطرقوا إلى الناحية الاقتصادية وإلى الجغرافية وإلى آخره. عسكريا أخي، أنا خدمت 30 سنة في مدينة حلب في المدرسة الفنية الجوية، فعسكريا لها حلب أهمية خاصة، وبرأيي أنا تعتبر بيضة القبان لجميع المحافظات السورية، وهي تعتبر الهدف الأسمى لنجاح الثورة السورية واكتمال التحرير واتصال الشمال كاملا وخلوه من تواجد النظام، وستعتبر منطلقا لتحرير بقية المحافظات وخاصة حماة وحمص، لأنها ستفرغ للأسباب التالية: أولا تفريغ ما يقارب، أنتم تطرقتوا إلى عدد 70 إلى 80 ألف مقاتل في مدينة حلب، وبتصوري هذا العدد مبالغ فيه جدا. كم المقاتلين؟ والله يا أخي الكريم المقاتلون بحدود، يعني ما فينا احنا نعطي أسرار عسكرية، ولكن تقريبا العقيد حمادي يمكن احنا كلنا كسوريين مقاتلين، يعني مدينة حلب تضم 300 ألف منهم 200 ألف قادرين على حمل السلاح، احنا كلنا كشعب سوري الآن مقاتلين، 20 مليون 10 مليون رجال كلنا نسمى مقاتلين، ولكن المقاتل يجب أن تتوفر له العدة والعتاد، يعني السلاح مثل ما قال، الوحدة النارية، الذخائر، الأسلحة ليتم، أما المقاتلين المذخرين الجاهزين بتصوري سيفرغ ما بين 10 إلى 15 ألف مقاتل سيتوجهون إلى جبهة حمص وحماة وحتى دمشق، يعني لها أهمية خاصة مدينة حلب بالنسبة للنظام، يعرف هذا الكم الهائل من المسلحين ومن العتاد والذخيرة الموجودة في مدينة حلب، وبالتالي في تحرير مدينة حلب ستتفرغ الجبهات وينطلق باتجاه جيش الفتح في إدلب، وجيش الفتح أيضا يكون أنهى أعماله بإذن الله تعالى في كفرية والفوعة وفي ويطبق المرابطة على سهل الغاب، لأنه مثل ما ذكرنا الإرادة الدولية مثل ما قلنا أخي هشام وأنت بتعرف وإحنا بنعرف تمنع قتال المناطق للأسف النصيرية والمناطق المتاخمة للشريط الساحلي، فإذا العدد هذا بده ينطلق باتجاه جبهات أخرى. الشغلة الثانية يا أخي هي التأثير المعنوي الكبير الذي سيسببه سقوط مدينة حلب على السورية بالكامل ومنها على النظام، يعني معنوياته ستصبح في الحضيض، يعني سيبقى بمدينة حمص الآن كمان مثل ما أنت ملاحظ وصلت داعش إلى حصره في راح تدخل على مدينة حمص، يعني مثل ما قلت أخي هشام النظام الآن وحزب الله ممكن أنه يفكر بالخطة ب اللي هي إقامة الكانتون العلوي، أعرف شلون على غرار تفكير الأكراد بإقامة كانتونهم الكردي. أما من حيث الصعوبات لتحرير مدينة حلب أخي، لحد الآن أنت ملاحظ وقارئ عسكري وكما الضيوف الكرام يعرفون أنه إلى الآن لم نجد عمل حقيقي وجاد ومتوحد وتنسيق عالي
واستراتيجي من قبل كافة غرف العمليات التي أنشئت من سنة ونص إلى الآن، تصدر بيانات وعلى للأسف يعني نصدرها أيضا في هناك خطأ استراتيجي كبير، اللي هو أنه ثوارنا للأسف بكافة الجغرافيا السورية إلى الآن يعلنون عن غرف العمليات على التلفزيون وعلى وسائط التواصل الاجتماعي، وسنقوم بتحرير حلب الجديدة وسنقوم. يا أخي يوم اللي بتقول أنت هالأمور، وين فقدت السرية في تخطيط وتحقيق والتحضير للأعمال القتالية؟ العدو عدوك أسدي، يعني عنده من القوة والعتاد والطيران والجهد الجوي أنه يجيبك. يا أخي التحركات السرية مفقودة لدى للأسف، يعني سرية الأعمال القتالية والأمن الحربي مفقود لدى ثوارنا. يعني يا أخي يوم اللي تقول له أنا بدي أهجم عليك، كمان هو بيقول لك أنا راح أستعد للقائك، فبيكون فقدت المفاجأة، والمفاجأة هي أهم شروط نجاح المعركة في الوقت الحالي، وأنت بتعرف الأمر هذا. للأسف هاي ملاحظة على كافة غرف العمليات على امتداد الجغرافيا السورية. احرص على تخطيط وتحضير أعمالك بسرية كاملة، وحدد ساعة الصفر بسرية كاملة. نعم. ووزع، يعني ما لازم المقاتل يعرف أنه شو هدفه المقبل إلا يوم اللي بوزع له الوحدة النارية على قاعدة الانطلاق، مو بيعرف مهمته قبل شهرين وإحنا مخترقين للعظم. هذا الأمر من أسباب فشل الغرف، غالبية غرف العمليات اللي عم تقوم هي انعدام السرية وغياب عنصر المفاجأة عن الأعمال القتالية. نعم، ابقى معي سيادة العقيد. نعود إلى سيادة العميد حاتم. الآن أخذ يصدر على وسائل الإعلام بالأمس مساء وصباح هذا اليوم، بدأ الشعب، بدأت يعني على ألسنة بعض النواب والأعيان في الحكومة التركية، معاناة تركيا من توقعهم بأن معركة حلب ستجر عليهم مليون لاجئ مرة أخرى جديدين. وتقول لك الحكومة التركية أننا طلبنا 6 مليار للاجئين السوريين في حلب، في عفوا في تركيا، والآن لم يتبرع لنا الاتحاد الأوروبي إلا ب70 مليون. وهنالك من يتحدث عن أن تركيا تتجه إلى أنها يمكن أن توقف الهجرات، الموجات الهجرة الجديدة، إذا ما اشتعلت حلب كاملة في معارك دامية من جراء معارك غرف العمليات. ما هي قراءتك لهذا الوضع؟ يعني والله تدفق لاجئين إلى تركيا أمر محتمل وقائم، مليون يتوقعون. لا أتصور أن تكون بهذه الصورة التي يتخوف منها الأتراك، لأن حلب يعني حلب وصلت الى 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 حد الكافي من النزوح. يعني من بقي في حلب الان اصلا بقي في حلب من هو غير قادر اصلا على النزوح، لذلك لا اتصور انها تشكل شيء. لكن الاتراك بدورهم يجب ان يضغطوا من بهذه الورقه. لاخي تركيا لم تعد تتحمل ناجح. على من يضغطوا سياده العميد؟ على المجتمع الدولي، يضغطوا على الأمريكان، يضغطوا على شركائهم في التحالف في دول الناتو، يضغطوا عليهم. لأن في نقطة دكتور هشام أنا يعني أحب أقولها. ألا مثلا معركة عين العرب، ما معنى معركة عين العرب؟ ماذا تعني عين العرب لسوريا ولتركيا كلها؟ ماذا تعني؟ قرية موجودة، قرية كبيرة عين العرب، يعني ليست أكثر من ذلك، مو في شمال سوريا. لاحظ أنت التركيز الذي كل العالم صب اهتمامه على عين العرب. ليش عين العرب؟ عين العرب لأنها تشكل إما امتداد للدولة الكردية من رميلان، من 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 زاخو، من حدود العراق إلى البحر الأبيض المتوسط، أو أنها تعمل فاصل وتحجم الأكراد. طبعا لا أقول الأكراد أخوتنا والأكراد معانا بكل شيء، الانفصاليين الكرد اللي لملمهم صالح مسلم بعد ما قبض له كنفلس وشغلهم، علما بأنه أخواننا الأكراد مستائين من البيكيكي أكثر ما نحن مستائين من داعش. فلاحظ أنت التركيز، العالم كله وقف على كوباني عين العرب كما يحلو الأكراد تسميتها. يوم هو قد يقول لك سيادة العميد أن الأكراد أقلية، وأنت تعلم أن العالم بدأ ينادي الأقلية الكردية، الأقلية الدرزية، الأقلية اليهودية. أي أقلية يمكن أن تكون أقلية إلا السنة في سوريا؟ لن يكونوا بيوم الأيام أقلية بالمجتمع الدولي.
هذا الرد. وهذا والله اذا بدنا الصحيح يعني، وكانهم ماشيين لان يعملونا نحن اقليه في سوريا، يعني يعملوا العرب السنه اقليه. يا استاذ هشام، الاكراد في سوريا ليسوا انفصاليين، هذا الكلام نقوله ونحن نملأ يدنا منه. الأكراد في سوريا يا رجل، يعني ببساطة، هل تتصور أن عائلة البرازي أو عائلة الأيوبي أو عائلة الزعيم، هذه العوائل الكردية العميقة عميقة الجذور والعريقة، وهذه العوائل التي لها مكان اجتماعي وتجاري وسياسي في سوريا، هل تتصور أن هذه العائلات ستلملم أنفسها وتذهب إلى رميلان وإلى المالكية لتقول والله نحن ذاهبون إلى الدولة الكردية؟ المجتمع الدولي يكبر من يريد أن يكبره ويصغر من يريد أن يصغره. يا رجل، كبروا عين العرب إلى درجة أننا أصبحنا نقول تقع سوريا جنوب عين العرب وتقع تركيا شمال عين العرب. صحيح. ابقى معي سيادة، ابقى معي سيادة العميد، ابقى معي سيادة العميد إذا تكرمت. الآن نعود إلى العقيد أحمد. سيادة العقيد، أود أن أناقشك بمهمة عبوية. الآن الثوار بالغرف العمليات الثلاثة التي أوردناها حددوا المهمة، المهمة هي تحرير حلب. هل يوجد بالعلم العسكري مهمة تحرير حلب كاملة؟ المهمة عادة تكون محددة، ما معروف ماذا، من، متى، أين، وكيف، ولماذا. لكن المهمة، هل معقول أنك تبتلع لقمة كبيرة جدا وبالتالي ستضطر أن تلفظها؟ هذا من أسبوع الذي مضى، من يوم الجمعة التي مضت سقط مركز البحوث. ما هي الإنجازات التي بعدها؟ أين حي الزهراء؟ أين حي حلب الجديدة؟ لماذا هذه المهمة الضخمة التي حمل الثوار نفسهم إياها أو غرف عملياتهم المسؤولة عنها، وبالتالي هم غير قادرون على أن يتقدموا بالمتر حتى في حلب، في حي حلب الجديدة؟ لماذا هذه المهمة الضخمة؟ ألا يوجد مراحل في العلم العسكري؟ نعم، تفضل. طبعا غرف العمليات وضعت استراتيجية لها تحرير حلب، وقبل وجود غرف العمليات كان هدف الثوار هو تحرير حلب ومنها تحرير كل سوريا، ولكن من كل غرفة عمليات يتم التركيز على عدة أهداف، ولكل فصيل له هدف معين. فأمس مثلا البحوث العلمية تم تحريره من قبل الزنكي ولواء الحرية ولواء صخور الجبل. وكذلك المناطق الأخرى أخذت بعض الفصائل للعمل عليه، وهي جادة عليه، ولكن بصمت، تعمل بصمت اليوم إن شاء الله هذه الغرف، وتم تعزيز هذه الغرف بالعناصر والسلاح وكل شيء، ولكن ننتظر إن شاء الله الأخبار التي تأتي من الأرض الميدان. وحلب على فكرة، ليست كل حلب اليوم هي محتلة من قبل النظام. الجهة الغربية يعني سنقول من المنطقة من الميدان وباتجاه العزيزية وباتجاه باب الفرج واتجاه حديقة ساحة سعد الله الجابري واتجاه المنطقة الغربية الجميلية، الشهباء، حلب الجديدة، الأكرمية، الزهراء، شارع النيل. هذه المنطقة هي فقط التي لم تحرر، وهذه المنطقة محاصرة من قبل الثوار. إذا أتينا من الجهة الغربية نرى أن منطقة، هذه المنطقة محاصرة من جهة الراشدين ومن جهة البحوث العلمية اليوم ومن جهة صلاح الدين ومن الخالدية ومن الأشرفية ومن الشيخ مقصود ومن بستان الباشا باتجاه المناطق الأخرى. فهم اليوم في ساقطون عسكريا النظام، ولكن ما يطيل عمر هو هذا النظام وهذه القوات المتواجدة في حلب هو وجود الكليات العسكرية ووجود السكنات العسكرية والدعم الزائد لهذه القوات. يعني النظام يمتلك السلاح ويمتلك الطيران ويمتلك كل هذه، ونحن اليوم لا نمتلك كل هذه القوة، نمتلك العزيمة، نمتلك الإرادة، ولكن نحن بحاجة
إلى المزيد من الوحدة، المزيد من العمل السري كما قال سيادة العقيد فايز. نحن بحاجة إلى التخطيط الأساسي للمعركة، المعركة بحاجة إلى تخطيط وبحاجة إلى تحضير، من تحضير الأرض وتحضير السلاح وتحضير العناصر وتحضير المهمة بالاستطلاع، والمعركة بحاجة إلى التأمين، التأمين المادي، التأمين الإداري، التأمين الأسلحة، التأمين الطبي. نحن اليوم في حلب، لا يوجد في حلب اليوم مشافي ميدانية، لا يوجد في حلب مشافي، وما تبقى في حلب مناطق النظام تقريبا بحدود 200 ألف نسمة فقط. نعم. كل الناس هجرت، ومن يستطيع الخروج استطاع الخروج، ولكن النظام يأسر هؤلاء الناس، يأسرهم ليبقوا كدروع بشرية، والثوار يخططون لكي لا تقع إصابات بشرية بين السكان المدنيين. هذه المنطقة مكتظة من السكان، فكل الأعمال التي يقوم فيها الثوار اليوم بضمن الغرف يخططون إن شاء الله لإنجاح هذا العمل العسكري، ولكن بأخذ هذه الأهداف بشكل جيد وبشكل لا يؤثر بالخسائر في البشرية. أبقى مع سيادة العقيد أحمد، نعود إلى سيادة العقيد فايز. يبقى الريف الحلبي الذي كان حاضنا للثورة يمثل إشكالية معقدة، حيث تعدد الولاءات والانتماءات ما بين الجيش الحر وتنظيم الدولة الإسلامية، وأيضا النصرة وأحرار الشام. هل باعتقادك أن هذا سينعكس على معركة حلب أو حتى على استقرارها فيما بعد في المستقبل القريب أو المتوسط؟ أخي هشام، تفضل. الريف الحلبي طبعا هناك أجندات، أنت بتعرف، وصارت عدة قوى داخلة على الريف الحلبي. المهم عندنا احنا ان نتحرر من النظام، وبعدها لكل حادث حديث. فالشعب السوري هو الذي سيقرر كيف يقاتل هؤلاء، عارف شلون اخي هشام. الشغله الثانيه اللي انا اتطرق لها، انه في صعوبات ما اتطرقوا لها الشباب لتحرير مدينه حلب، الصعوبات اللي انه القطعات اللي موجوده العسكريه في مدينه حلب هي كلها جعلها النظام مناطق محصنه، وخاصه الدوائر. هذا بالاضافه يعني عنا الكل، مثل ما قلنا، منطقه الراموس اللي بيتوفر فيها كليه التسليح وكليه المدفعيه والمدرسه الفنيه الجويه، بالاضافه الى الكليه الجويه في منطقه رسم العبود، اضافه الى انه النظام عمل كل احياء مدينه حلب هي دفاع مناطق محصنة متوزعة في العمق والاتجاه. يعني الأحياء أخذ المناطق والدوائر الرسمية ومفترقات الطرق والأماكن العالية والمشرفة. من إحنا قتالنا قتال مدن أخي هشام، قتال المدن يبدأ بالتحرير، ما بيتحرر مدينة حلب جزء واحد، وإنما نبدأ بقتال بالأحياء، قتال عزل وتحرير. يعني بنحرر مبنى تحرير مبنى بالحي الواحد. تماما يعني تعزل المبنى وتنتقل الى مبنى اخر والى اخره، يعني ونضرب الطوق. اما اذا قتال عشوائي لقتال المدن، فاحنا للاسف ما لنا بتماس مباشر او عدم تماس مباشر او معركه تصادميه. قتال المدن بالذات من قتال من مبنى الى اخر وعزل، وبده أنا وصبر، إلا إذا تداعى النظام وانسحب. يعني أنت لو أنه النظام بدأ بمدينة حلب ودافع عنها بكل مبنى واحد بس، كان ظلينا السنة لأخذناها. ولكن الحمد لله رب العالمين عم يندق الرعب في قلب النظام وينسحب من المدن الكبيرة. وإلا حي مثل حلب الجديدة، إذا كان النظام مدافع عنه بشكل صحيح، بدنا أشهر وأشهر بالانتقال. أنت يمكن ما بتعرف المنطقة، أنا بعرفها تماما، والأخ العقيد أحمد الحمادي أحمد بيعرف المنطقة تماما، منطقة محصنة، أبنية حجرية، شوارع عريضة، حتى من مبنى إلى مبنى إذا بدك تدخل عبد الطلاقيات ما في، لأنه في حدائق. يعني كل مبنى هو نقطة استناد بحد ذاته. يعني بتعرف أنت الأبنية، الشوارع بالمدن العادية أو بالأحياء الشعبية، من بتدخل من الزاوية بتطلع بطلاقيات على الشارع الثاني. أما في مدينة حلب كل مبنى يبتعد عن المبنى الثاني مو أقل من 25 إلى 30 متر. يعني شلون بدك تجتاز إلا بالأنفاق؟ فقتال المدن في مدينة حلب يختلف عن القتال في الشوارع والأزقة يا أخي. بدنا نحضر حالنا بشكل ممتاز، مثل ما قال، غرف العمليات لا تلزم تستلم العمل الصحيح بواسطة الضباط الاختصاصيين والنخب القادرة على تخطيط العمل وإبقائه
بحالة سرية، ومثل ما قلنا احنا في عنا تقريبا 20 قطاع او 30 قطاع في مدينة حلب، بدها غرفة عمليات مركزية وفتح غرف عمليات فرعية تتصل اتصال مباشر مع غرفة العمليات المركزية. وقبل كل شيء يجب الاتفاق عليها من الفصائل الثورية الكل انها تقود العمل وتحضر له وتعطي كل واحد مهمته وتشرف عليه، لانه هاي ما هي مهمة مدينة حلب، تحرير مدينة حلب ما هي تحرير مدينة حي ولا شارع، هاي معركة استراتيجية ما بتقوم بيوم وليلة يا اخي الا اذا كان التخطيط على أشده وحضرت كل أمور المعركة، مثل ما قلنا قال أخونا أحمد، من الأمور اللوجستية إلى الذخيرة إلى حشد العتاد إلى الأمور الطبية إلى يعني للأسف إحنا ممكن إنه نوزع الوحدة النارية ليوم ليومين وبالأخير بينقطع عسكرينا يا أخي. بدنا نعرف نحدد وين نقاط الذخيرة التي تتوزع، وين إجراءات المعركة كبيرة ما بتجي هيك أخي الكريم أخي هشام. يعني المشكلة والله أنا منزعج كثير بالانزعاج يوم اللي أرى عدم تنسيق. أنت شفت بالزهراء الثلاثين شهيد اللي صاروا بعدم تنسيق ما بين غرفتين عمليات، هذا تقدم وهذا تراجع وهذا مدري ايش وهذا مدري ايش، هذا سببه انه ما في غرفة عمليات مركزية مسيطرة على العمل، وولاءات الثوار او الفصائل الثورية بتكون مشتتة، فمستحيل يصير تحرير يا اخي، مستحيل يصير تحرير وبنتكبد، حرام. هلا شلالات الدم اللي عم تصير، يعني انا مراقب الثورة السورية من 3 سنوات والحمد لله اشتركت بالقتال، انا برأيي نص الشهداء ما لازم يكونوا شهداء، هذا الامر بإيد رب العالمين اكيد، ولكن للأسف احنا كقادة كمخططين كناس موجودين على الأرض ما قمنا بواجبنا على أكمل قيام خير قيام من أجل تزويد المقاتل بأمور التكتيكية ومناورته وكذا. فقول أنا نص الشهداء اللي راحوا للأسف نتيجة أغلاط غرف عمليات ونتيجة أخطاء قادة انفرضوا وانوجدوا على الأرض لا يلمون لا بالعسكرية ولا بالتكتيك ولا بالقتال ولا بغرف العمليات، وللأسف تستضيفهم كافة القنوات الإعلامية بيطلع لك مدني أو طنبرجي أو مدري إيش بيحكي بالتكتيك العسكري وبالقيادة العسكرية ومدري إيش، هذا واقع مر احنا كرهناه وراجعناه يا أخي هشام. للأسف ثمن دم أي مواطن يساوي كل القيادات اللي موجودة على البهيمة اللي موجودة على الأرض السورية. سيادة العقيد ابقى معي، نتوجه إلى سيادة العميد حاتم، هل هنالك من وجهة نظرك هل هنالك فعلا ترى رغبة تركية بتقوية العرب منعا لتغول كردي في الشمال السوري، أم لا يعني تركيا نهائيا الوضع وإنما هو كلام في كلام؟ كيف ترى ذلك؟ كيف لا يعني تركيا، أعوذ بالله، بالنسبة لتركيا، تركيا صراع مع حزب الاتحاد الديمقراطي صراع قديم جدا، في أكثر من 30,000 قتيل، لذلك تركيا إذا ما يسعى إليه أو ما يريده حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أو البيادة هو تشكيل شريط كردي يمتد من حدود العراق إلى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي سيصبح عبارة عن جدار عجل بين تركيا والعالم العربي كله. نعم. لأنه من جهة العراق حدودها أيضا أربيل وسليمانية ولا آخره. لذلك هذا الكلام يعني تركيا في العمق. يعني تركيا في العمق، وتركيا اليوم أخذت تطمينات من الجانب الأمريكي بعدم امتداد الأكراد غربي نهر الفرات. يعني هذا الكلام أنه حتى إذا وجد كانتون كردي فسيكون هذا الكانتون من عين العرب باتجاه الحشكة فقط، وإن يكون هذا يوجعنا نحن كسوريين، يؤلمنا جدا، هذول أبنائنا وهذول أخوتنا الأكراد اللي بالمنطقة وهم متشابكين مع العرب بأملاكهم وبأراضيهم وبقراهم وبزواجهم وبمصاهراتهم، فلا يمكن أن يحصل. إنما نأخذ هذا الكلام أن تركيا أخذت هذا التطبيق.